بداية بتوجه بالشكر الجزيل لجمعية جنوب الوادي. احنا دكتور محمد الشحات ورح فين، احنا مش بنيجي عشان فندق، احنا بنحبكم اكتر من الفندق بكتير. انتوا فتيات امنوا بربهم يعني، فانتوا لطاف وجمال. مؤتمراتكم الخمسة مش عارف هيبقوا ستة سنة دي ولا لا، دمهم خفيف يعني. احنا ورزقنا بقى. لا مؤتمرات كلها دمها خفيف وكلها مؤتمرات جميلة والحقيقة، وده بيجي من الستاف اللي موجود ومن الدسكشن. وانا اعتقد المحاضرات هي هيها، لو اتقدمت في مؤتمر تاني ما بتتقدمش زي ما بتتقدم هنا، ما اعرفش ليه يعني. لو الدكتور مجدي قال المحاضره دي في مكان ما مش عارف، مش هقولها بال يعني هي تقريبا يقول لك القرفه حلوه. فبشكرهم على الدعوه وبشكرهم على ان هم بيجيبونا كل سنه في المكان الجميل والبلد الجميل ده. وان شاء الله دايما مؤتمرات نجاح، وبهنيهم على النجاح بتاع المؤتمر. انا يعني بشكر الظروف الجميله اللي خلتني مع الاستاذ الدكتور احمد الجزار عميد كليه الطب بنها سابقا، ويعني رجل له باع كبير في اللجنه الدايمه، ويعني ربنا يبارك فيه وفي صحته وفي اسرته. ومع الاستاذه الدكتوره ايه عبد الدايم استاذ ورئيس قسم الصدر بكليه طب عين شمس كليه طب عملاقه، ربنا يعينها يا رب على المسؤوليه الكبيره اللي معاها. وبنقدم بقى الدكتوره لمياء شعبان، احنا الثلاثه عليك يا لمياء يعني. بقيه السبيكرز مش موجودين. ما فيش حد تاني هنقدمه دلوقتي يا دكتوره. انا الوحيده في السيشن دي. العنوان السيشن جميل اسمه باجز اند دراجز، يعني في سجع جميل بيرجعنا للماضي الجميل بتاع السجع والحاجات الجميله دي. هتقدم لنا النهارده على الانتبيوتيك ريزيستنس، وده موضوع مهم جدا. فاتفضلي يا دكتوره لمياء. شكرا دكتور رمضان على الكلام الجميل اللي اتقال في حق الجمعيه، وشكرا استاذ الدكتور احمد الجزار والدكتور ايه، ودايما منورنا. بنسعد بوجود كل القامات العلميه في برانش الصدر معانا في المؤتمرات بتاعتنا. الجزء ده او المحاضره دي هتتكلم على الانتيبيوتيك ريزيستنس. احنا كانت الخناقه في المحاضره بتاعه السيفير كاب على الانتيبيوتيك، هنستخدم اوتو سي، ايه الاوتو سي وليه احنا مصرين ان احنا نوقف السايكل دي، لان احنا مش هنلاقي انتيبيوتيك بعد شويه، هنضطر نستخدم انتيبيوتيك بالاف الجنيهات في 1 داي تو سيف 1 بيرسون عشان استهلك العيان ما يموتش مني. الانتيبيوتيك المتعارف عليها دي النارو سبيكتروم والبروتو سبيكتروم، هو ده اللي انا قصدي اقوله، ان النارو سبيكتروم دي انتيبيوتيك بتستخدم اجينست سيلكتد جروب اوف باكتيريال تايبس. يعني انا لازم اعرف ده هستخدمه في السيتويشن ده النو مور. البروتو سبيكتروم بقى لما بدات تظهر عشان نقدر نستخدمها كلنا، يعني كل الانتيبيوتكس كل الناس تستخدمها، كل الاورجانيزم تبقى ننفع معاها تنفع. بس طبعا دي هي اللي عملت المشكله. التايبس اوف بكتيريا اللي عندنا، احنا عندنا نوعين من البكتيريا ودول اللي هم مشكلتنا او اللي احنا بندور عليهم. انا عندي الجرام بوزيتيف بكتيريا، دي بكتيريا ما فيش فيها غير البيبتايدو جلايكين من بره. مشكلتي في الجرام نيجاتيف اللي هي مش بتاخد الجرام ستين، الوول البامبا بتاعها ده او البنك اللي هو الاوتر ميمبرين، هو ده اللي بيعمل الخناقه كلها بتاعه الانتيبيوتيك. دي الانواع بتاعه الجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف بكتيريا. احنا طبعا اشهر مجموعه في الجرام نيجاتيف مجموعه الايكولاي والسودوموناس والاسينتوباكتر، واشهر مجموعه عندنا في الجرام بوزيتيف هي الاستاف والستريبتوكوكس، وبتقع في مجموعه بقى عندنا اللي هي الايتيبيكال اللي هي بننساها دايما، اللي هي ما فيش فيها لا سيل وول ولا بتاخد الجرام ستين ولا فيها السبيشال كاركتر كالتشر بتتزرع فيها، فلازم انا ابقى فاهماها ومتوقعها. ازاي بقى هنكلاسفاي الانتي بكتيريال عشان اشتغل عليه؟ يعني ازاي اعرف الانتيبيوتيك ده بيشتغل ازاي؟ في عندنا طريقتين اكتر اتنين، في الطريقه اللي هي فارماكوكاينيتيك والطريقه بتاعت السايت اوف اكشن. كلنا فاهمين السايت اوف اكشن، مين بيشتغل على السيل وول، مين بيشتغل على الار ان اي الدي ان اي اند سو اون. الانتيبيوتيك كلاسيفيكيشن دي هي اهم نقطه في الريزيستنت، ان انا عندي مجموعه لازم تفضل تحت فوق الام اي سي. ايه بقى قصه الام اي سي؟ الام اي سي اللي هو المينيمال انهبيتور كونسنتريشن،
يعني دي أقل كمية أنتيبيوتيك لازم تبقى موجودة في السيرم وفي التشو عشان تقضي على البكتيريا دي. الأنتيبيوتيك ده ما ينفعش يتاخد غير بالطريقة دي. أنا دايما بشبهه بالمعركة ودول الجنود بتوعي وده الانيمز بتاعتي. فالجنود بتوعي دول لازم يكونوا موجودين يعرضوا ليلا ونهارا على الأورجانيزم، لازم موجود 24 ساعة. عشان كده ده يفضل ان هو يتاخد كل 6 ساعات يبقى كل 6 ساعات، كل 8 ساعات يبقى كل 8 ساعات، او ادي كونتينوس انفيوجن ريكومندد في الجروب دي. لو اديته مره واحده يبقى انا ما حققتش الام اي سي، ودي بدايه الهازارد اللي حصلت مع بعض الجروبس في الانتيبيوتيك اللي بتاخد مره في اليوم وما يوصلش للتارجت، وبالتالي يحصل عندي ريزيستنت لان انا اديت فرصه للانمي بتاعي انه يتحرك براحته في الحته دي ويفقد الاكشن بتاعي. في بقى القوات الجوية. ايه بقى القوات الجوية دي؟ القوات الجوية اللي بتضرب ضربة واحدة تجيب البيك تكسر الدي ان ايه والبروتين سينسس، تخلي الخلية بتاعة الأورجانيزم ميتة، هي في الواقع حية لكن هي مش شغالة، وبالتالي انا اقدر ادي وانس او توايس بير داي وهو بيشتغل عندي مخلص على الأورجانيزم ده. ينفع ندي بالطريقة دي للجروبز دي؟ ينفع، لكن الجروب دي ما ينفعش اديها الا بطريقة الكونتينوس ايه مينتنانس بروفايدر. السايت اوف اكشن احنا كلنا عارفين ان انا عندي مجموعة على السيل وول زي ما اتفقنا، اشهرهم طبعا مجموعة البيتا لاكتام، وفي عندنا مجموعة السيل ممبرين انهبيتور اللي هو البوليميكسين والدابتومايسين، وفي المجموعة الشهيرة جدا اللي هي بتشتغل على البروتين اشهرهم طبعا اللينزولايت والتيجاسين والماكروليت اللي احنا بنتخانق عليه، والكليندامايسين اللي هو دايما بقول عليه انتيبيوتيك الغلابة، وده مهم جدا عشان بيشتغل لحالات الاستاف، وبعد كده المجموعة الشهيرة اللي هي مجموعة الفلوروكينولون على الدي ان ايه. طب ايه بقى قصة الريزيستنس؟ الريزيستنس دي هي لما ظهرت بدري جدا في أوائل الأيام بتاعت انتشار البنسلين شخصيا، لما فليمنج اخترع البنسلين بعد 3 سنين هو بياخد جايزة نوبل قال أن احنا خلاص فقدنا البنسلين، بدأ يبقى فيه عند الريزيستنس، ومن هنا بدأت هم لما اخترعوا البنسلين كانوا متخيلين ان هم هينهوا على الأورجانيزم، ما حصلش، وان الأورجانيزم فضلت متواجدة معايا وكل فترة لازم نبتدي نشتغل عليها. طيب ايه القصه بتاعه الانتي مايكروبيال ريزيستنت؟ ان الاورجانيزم ده فقد القدره ان هو يتعامل مع الانتيبيوتيك، والستاندرد تريتمنت بيكومين انفكتيف وبقى فيبر ريزيستنت انفكشن، وكمان هيسبريد للاذرز، والنيو ريزيستنس تكنيك هتبتدي تظهر معايا. الانتيبيوتيك ريزيستنس اورجانيزم ديفيكلت ان اعالجها وامبوسيبل، وده اللي بيخلي العيان بتاع السيفير كاب يفضل قاعد عندي في العناية المركزة، ومحتاجة ان انا اديله انتيبيوتكس عالية جدا عشان اعرف اتعامل معاه، وبالتالي الـ WHO قالت ان هي دي the global problem اللي ممكن نواجهها في البجز اند دراجز في الايرا اللي جاية. دي كل الفترات اللي حصل فيها ريزيستنس معانا في الانتيبيوتك. طب ليه انا عندي 20-50% من الانتيبيوتك بريسكريبشن في ريزيستنس؟ لان انا given when they are not needed the wrong antibiotic that chosen to treat an infection، ودي اللي كانت الكلمه اللي احنا بنتكلم عليها لما بعمل بايو فاير ب 2003، انا بلغي الحته دي ان انا بدي a good antibiotic في responding infection عندي. A continued when they are no longer necessary، بفضل قاعدة العيان عندي 20 يوم في العناية بياخد antibiotic ومش عارفة احنا هنكمل لحد ما يخرج. Given the wrong dose، ودي دي اللي بتخلي فيه resistant. والbroad spectrum agent are used to treat a very susceptible bacteria، ودي الاوتو سي اللي بيطلع في الصيدليات ان انا بدي فلوروكينولون اوتو سي، اديترومايسين اوتو سي، كل المجموعة دي بتتاخد، البيبراسيلين تازوباكتم بيتاخد اوتو سي دلوقتي، فاحنا بندي برود سبيكترم انتيبيوتيك ا فيري سستيتبل ريسبيراتوري تراكت انفيكشن اور اني سكن انفيكشن اور جي اي تي انفيكشن. طيب ازاي احنا الديفلوبد بتاعنا؟ احنا الميكانيزم بتاعتنا سهله جدا. احنا اتكلمنا على ان في سيل وول اهو، وفي عندنا الجرام نيجاتيف، مشكلتنا في الخناقه دي ان انا في تشانل لازم يعدي فيها الانتيبيوتيك. لو الانتيبيوتيك ما عرفش يعدي فدي بنسميها ناتشرال ريزيستنس، زي مثلا بنضرب مثال زي الفانكومايسين. الفانكومايسين كانتيبيوتيك يقدر يعدي على الجرام نيجاتيف، لكن ما يقدرش يعدي هنا، يجي هنا يتزنق
يبقى البورز دي ما تدخلوش، يبقى الانتي بايوتيك ده از نوت اكتنج على الجرام نيجاتيف. لو انا اشتغلت بيه على الجرام نيجاتيف انا مش فاهم، وده اللي بيخلي ان احنا يحصل ريزيستنس. نفضل ندي العيان جون فانكومايسون وندي العيان يدخل في اكيوت كيدني انجري وهو رونج انتي بايوتيك، ات از نوت ذا ورك اون ذيس اورجانيزم. والحاجه الثانيه ان انا عندي الميكانيزم اللي بتطلع عندي ان انا يبقى عندي الأورجانيزم يضحك عليا، يدخل الأنتيبيوتيك منها ويطلعه لي من حتة دي، يعمل لي إفلكس أو يغير التارجت سايت أو يطلع عندي حاجة اسمها بيتا لاكتاميز، ودي هي البيتا لاكتام رينج اللي هي أشهر أنتيبيوتيك عندنا بتشتغل معانا، اللي هو البنسلين والكيفالوسبورون ومجموعة الكاربابينيم، كل دول اسمهم بيتا لاكتام. لما بيطلع البيتا لاكتاميز بيكسر الرينج دي، وهو ده برضو بداية المشكلة. في مجموعة كبيرة جدا من الانزيمز نقدر نشوفها في البايو فاير، ودي ميزة بقى البايو فاير ان انا لما بشوف الانزيمز دي بقدر اعرف اذا كان الانزيم دوا موجود، يبقى عندي الاورجانيزم ده قافل على مجموعة الكيفالوسبورن، قافل على مجموعة الكاربابينيم، يبقى انا من الاول ما استهلكش كاربابينيم للعيان ده واقعد ادي فيه فترة طويلة جدا، هو از نوت افكتيف بالنسبة لي. يبقى مهم جدا ان احنا نديتكت البكتيريا ريزيستنس. ازاي اديتكتد بقى؟ احنا كنا عندنا الطريقتين المشهورين اللي هي الكالتشر، بنزرع الاورجانيزم، ولما الاورجانيزم عندي يموت من الانتيبيوتيك نقول عليه سنسيتيف، ولما ما يموتش يبقى فيه ريزيستنس. وفي طريقه تانية بقى اللي هي بتظهر مع المالتيبلكس او البي سي ار، اللي هي احنا بنحط الانتيبيوتيك هنا ويمشي يمشي يمشي لحد ما يحصل لي حاجه اسمها مارجن اوف انهيبيشن، ده الحته اللي اتاكلت وده اخر حدود الانهيبيشن عندي. احنا بنقيس الانهيبيشن ده اللي هو بنسميه الام اي سي. لو نفتكر ان احنا اتفقنا للانتيبيوتيك لازم يبقى فوق الام اي سي، يبقى الطريقه دي مهمه جدا عندي. ليه مهمه بقى الطريقه دي؟ عشان انا لما باجي مثلا زي الانتيبيوتيك ده الفانكومايس، انا زرعت الاثنين والاثنين على الطبق، الاورجانيزم ايه مات، يعني الاثنين سنسيتيف عندي، ادي الفانكومايس في الاثنين على الطريقه دي، هدي الفانكومايس في الاثنين. لكن على الطريقه دي لما الاقي الام اي سي 1 ملي جرام سنسيتيف واقدر ادي الايه الفانكومايس. الطريقه دي هو سنسيتيف، بس عشان اديه لازم ادي فانكومايسين فوق الواحد ونص ملي جرام، and this is a toxic dose of vancomycin، وهتخلي العيان ده في acute kidney injury. يبقى انا لازم اعرف الام اي سي في الريزيستنس، يبقى مهم جدا ان انا اعرف مش بس سنسيتيف وريزيستنت، لازم اعرف اشتغل عليه ولا ما اشتغلش عليه. الطريقه الثانيه طبعا اللي هي البي سي ار مالتيبلكس والبايو فاير، لان زي ما اتفقنا بتطلع مجموعه كبيره جدا من الانزيمات ممكن نقدر نحدد منها القصه دي، ودي اللي خلوهم عملوا الجايد لاين الجديده في تقسيمه الام دي ار. كلنا كنا عارفين الثلاثه دول اللي احنا كنا بنتوه فيهم، ام دي ار واكس دي ار وباند دي ار، ونقعد نعمل الديفينيشن كتيره بتاعتهم. قالك لا انت مش عايز انا كل ده، انا مشكلتي في الجرام نيجاتيف، الجرام بوزيتيف ما عنديش فيها مشاكل قوي، انا عايز اعرف مجموعه الانتيروباكتيريسيس، مجموعه السودومونوس، ومجموعه الاسينتوباكتر، هم دول اللي انا عايزه اشتغل عليهم. ومن هنا بقى قالك خلاص لو انا عندي زيرد جينيريشن كيفالوسبورن ريزيستنت انتيروباكتيريسيس يبقى انت عرفت تحددها، والكاربابينيم ريزيستنت انتيروباكتيريسيس، وبعدين الكاربابينيم ريزيستنت سودوموناس، وكاربابينيم ريزيستنت اسينتوباكتر، انا عايزه دول بس ومش عايزه اي حاجه بتاع. وبالتالي طلعت 2023 بقى اخر ريكومنديشن في القصه دي لازم نبقى فاهمينها كويس جدا. اول حاجه نعرف ان انا لو عندي بيشنت عنده severe infection أو bloodstream infection due to the third generation cephalosporin resistance ويrecommend carbapenem من الأول، محدش يقول للعيان ده هبتدي فيه بقى سيفيبام واثنين جرام ما أنا بضيع وقت في العيان ده، يبقى العيان ده وهنبتدي فيه carbapenem من الأول. Recommendation 2 for patient with non-severe infection نتيجة third generation أقدر أستخدم البيبروسيلين تازوباكتم اللي هو السينثيتك بنسيلين. Recommendation 3 النيو بيتا لاكتاميز اللي هو زي مجموعة الأفيباكتم والراليباكتم والكلام ده reserved for the carbapenem resistant، محدش يستخدم زيفزيفتا من أول ما العيان يدخل. لما يبقى عندي carbapenem resistant بكتيريا هقدر أشتغل بيهم.
For patients with the carbapenem resistant enterobacteriosis susceptible to ceftazidime avibactam هشتغل بيه وحده ألون، مش محتاجة بقى أعمل كومباينيشن وأقعد أدي العيان معاه لينزولايت وأستهلك العيان ويدخل مني في ثرومبوسيتوبينيا وأوقف التريتمنت وأدخل في كل السايد إفكت دي. يبقى إحنا وان تيست كود بي سيف ذا بيشنت والسايد إفكت. دول بقى مهمين جدا اللي هو الكاربابينيم ريزيستنت أسينتوباكتر. العيان دوا فور ذيس بيشنت اللي عنده المشكلة دي لازم نديله الانتيبيوتيك اللي طلعت بوزيتيف في المزرعه بتاعته اللي هو البوليميكسين والمونوسايكلين والتيجاسايكلين. اختار واحد من دول زائد اي حاجه فيها سالباكتام، هم دول اللي بيشتغلوا اي اوف هاي دوز سالباكتام. طبعا احنا اللي عارفين الامبسيلين سالباكتام، لكن احنا ممكن نشتغل بالسيفبرازون سالباكتام افصل ل 9 ل 6 جرام سالباكتام بير داي. يبقى سالباكتام زائد كوليستين زائد تيجاسيل. لما الاقي مفيش بقى ان احنا نقعد نجيب ابيبينيم وكاربابينيم في العيان ده نو انتهت القصه في الاسينتوباكتر. نو نيد ان انا ادخل ولا اكستندد انفيوجن ولا 2 جرام كل 8 ساعات ولا كل الايه تضييع الوقت ده. لو انا عندي عيان في المينيمال انهيبيتور كونسنتريشن بتاع الكاربابينيم تحت الثمانية اقدر استخدمه حتى لو ريزيستنت، لانه تحت 8 يبقى انا برضو اديتني اوبشن تاني، ما انا مش هفضل كل العينين اقدر اجيب الحاجات الغاليه. لو انت الام اي سي بتاعك تحت 8 كود ان انت تستخدم الكاربابينيم. نيجي بقى لاخر واحده اللي هو السودوموناس اريجينوزا، اللي هو لو انا سستبل للتراديشنال نون كاربابينيم نون بيتا لاكتام ايجنت اللي هو البيبراسيلين تازوباكتام والسيفتازيديم والسيفيبيم والكاربابينيم نستخدمهم في الاول. لو انا ريزيستنت بقى من الاول مش هينفع بقى، نرجع بقى نقول العيان ده لازم ياخد السيفتازولون تازوباكتام اللي هو الزيرباكس وده غالي جدا، او السيفتازيديم افيباكتام برضو غالي، والابيبنيم راليباكتام ده ما دخلش مصر وده فيري فيري اكسبنسيف. يبقى انا لو انا اختار ايه؟ اختار السيفتازيديم افيباكتام ده اخفهم شويه ونقدر نشتغل بيه في حالات السودوموناس. يبقى ان كونكلوجن رابيدلي ايمرجينج ريزيستنت بكتيريا ثريتن ذا اكسترا اوردينري هيلث بينيفيت ذات هاف بين اتشيفد وذ ذا انتيبيوتيك. With this crisis is a global reflecting the worldwide overuse of these drugs. وبالتالي انا النيو انتيبيوتيك هتقع مني ودي بقت هتبقى مشكله. والفيلد بتاع الانتي مايكروبيال ريزيستنس this is a dynamic and rapidly evolving. طول ما انا قاعد بستخدم اوفريوز انا عمال نتكلم وبن اوفريوز ون ابيوز وانا برضو لسه هفضل في نفس المشكله ودي اتشالنج. والنيور انتيبيوتيك اجينست ريزيستنس ار انكوربريتد تو انتو كلينيكال براكتس فيري كريتيكال بيشنت وفيري اكسبنسيف وبيستهلكوني كتير جدا. وايفري براكتيشنر شود هاف ذا ريسبونسبيلتي تو اوبتمايز الانتيبيوتيك يوز وستارتنج بوينت identify specific intervention that people can do to improve the antibiotic use and thank you.